التسامح واجب، واجب إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح. نحن كنا مثلكم باب الاتحاد، كنا هكذا نمشي ونسير نبى نوصل إلى شيء. ظلينا 25 سنة ونحن نمشي في هذا الطريق، فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. سيد جمال مصطفى علي حنون، بالبداية أسعد الله أوقاتك سيد جمال. الله يسعد مساكم، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا وأنستونا. ما شاء الله سيد جمال، يعني مصطفى علي حنون، وأنت عايش على الماضي والحاضر في دولة الإمارات العربية المتحدة وحلويات الأقصى منذ عام 1988 في هذا المجال. لو أردنا أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، من هو السيد جمال الحنون؟ أنا سيد جمال حنون، مواطن فلسطيني طبعا، فاجينا على دولة الإمارات المتحدة في كل فخر، ومن 83 فاجينا اشتغلنا هون والحمد لله وشكر لله. نعم أستاذ جمال، يعني نتكلم عن بدايتك، عن طفولتك، عن نشأتك، كيف كانت؟ كانت نشأة طفولتي فعلا يعني ممتعة كانت وكويسة وطيبة، وكنت شغيل عملي طبعا. نعم. أي شغلة كنت أشتغلها أقوم في مجال شغلها وأتقنها 100%. أنا من سريعة لقط المصلحة بسهولة. نعم. بلقطها. نعم. يعني بفهمها طوالي. ما شاء الله عليك. نعم. أستاذ جمال، أنت متزوج سيدة؟ متزوج. ونتكلم عن أبناء دراساتهم. عندي ولدين مهندسين مدنية، وعندي واحد بنت حقوق، والثاني صغيرة إن شاء الله توجيهها. الله يكرمك. الحمد لله. عن مكارم الشيخ زايد ماذا تحدثنا؟ الله يرحمه ويغفره يا ربي ويغفرنا يا رب العالمين. الله يرحمه الشيخ زايد، يعني رجل ونعم الرجل، يعني ونعم الكلمة، فنحن بنحبه كتير كتير أكتر من نصور. والله ملك علي يمين، أنا من أول ما جيت على أبو ظبي وأنا ما شاء الله قديش يعني بعزه وبحترمه وبحب الشيوخ كاملة. نعم. الحمد لله بدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. والله الله يخلي الشيوخ على رؤوسنا إن شاء الله. السؤال، كيف جاءت هذه الشعبية سيدي؟ والله جاءت الشعبية هاي من أثناء شغلنا، الشغل يعني كلوتي يعني نظيف، يعني بنعمل يعني شغلات جدا على أصولها من فلسطين يعني، ونفس المواد التوب، المواد اللي نجيبها بنعملها يعني ما بنغير بالخلطات أو شو اسمه، بنجيب أنظف أنواع المكونات ومنشتغلها، لأنه إحنا فلسطينيين تعلمناها بفلسطين وجينا اشتغلناها هون. وهي معروفة الكنافة النابلسية، يعني الأصل معروف. وهي كنافة طبعا نابلسية معروفة يديكم. صحيح. وإشي وتشرفونا. أهلا وسهلا أستاذ يعني جمال، يعني لو أردنا أن نحدد الأنواع الحلويات الموجودة هون وعن السر نجاحك وعن إشي اللي تميزتوا فيه وخلاكوا تكسبوا ثقة الناس فيكم يا سيد. أي نعم. والله نسبة النجاح فينا، والله إحنا الحمد لله الله وفقنا بشغلنا فترة طويلة اشتغلنا احنا، ومن واحد لواحد طبعا الناس عرفت ذات شغلنا وذات اللمة الطيبة، فالزباين صاروا يكتروا وبكثرة صاروا يجوا عنا، ورب العالمين فضل من رب العالمين الله اعطانا الحمد لله. المستثمرين المقبلين على دولة الامارات شو بتنصحهم؟ انا بنصحهم اي مستثمر بيجي على ابو ظبي ويفتح، الله بكون معاه والله بوفقه، والحمد لله الشغل كويس والحمد لله. ألف نعم الحمد لله. أستاذ جمال، يعني والحمد لله ننتقل للجانب الوطني، وكما تعلم الكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم في منظومتين، نعمة الأمن والأمان. عن هذه المنظومة ماذا تعنيك؟ نعم أنا بأيدك بالشيء هذا، وأنا أثبت يعني
في عشرتي في أبو ظبي في الدولة الإمارات العربية المتحدة، فعلا الأمن والأمان رقم واحد، والله يطول في عمر الشيوخ كلهم جميعا يا رب العالمين. لو أرادنا نتحدث عن هذه المجموعة كاملة، مجموعة إخوان، يعني ماذا تعني مجموعة إخوان، ونتكلم عن الاستثمار داخل هذه الدولة في هذه المجموعة الدائمة؟ نعم، احنا الحمد لله احنا إخوان، وأخوي هناك حلويات الأقصى، حلويات فراس، عنده عدة أفرع طبعا في دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، فاتح عدة فروع والحمد لله. يعني ننوه للسادة المشاهدين، حلويات فراس المتعارف عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هو أخوك شقيقك؟ شقيقي، نعم نعم، شقيقي أخوي، وإحنا وياه فيش فرق يعني بناتنا. طبعا إحنا كنا فاتحين قبل حلويات فراس، وبعدين هو إجا فتح حلويات فراس. نعم، كنا مع بعضين يد واحدة كنا. ما شاء الله، الله يخليكم لبعض وتسديم المحبة. آمين يا رب العالمين، الله يوفق الجميع يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا ميت، أهلا وسهلا، شرفتونا.